كشفت معطيات وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 2721 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 173632 حالة إصابة بالمغرب وفق المعطيات التي كشفت عنها وزارة الصحة. فقد بلغ عدد نتائج سلبية التي تهم التحاليل المخبرية 2,866,549 حالة مستبعدة، في حين تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2,928 حالة، بينما تم تسجيل 2,591 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي التعافي إلى 143,972 حالة شفاء. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي المفصل، فجهة الدار البيضاء 16,221 إصابة، الدار البيضاء 918، المحمدية 102، الجديدة 63، سطات 53، برشيد 45، نواصر 26، بن سليمان 5، سيدي بن نور 5، وأربع حالات بمديونة. جهات الرباط سلا القنيطرة 108 إصابات، 111 القنيطرة، 92 سلا، الرباط 56، الصخيرة 54، سيدي قاسم 39، الخميسة 32، سيدي سليمان 24. جهات سوس ماسة 207، أكادير 117، إنزكان أيت ملول 35، تارودان 29، سوك أيت بها 14، تيزني 13، وطاطا بحالة إصابة واحدة. جهات طنجة تطوان الحتيبة 185 حالة إصابة، طنجة أصيلة 29، تطوان 68، المنطقة الفنيدق 40 إصابة، شفشاون 27، العرائش 21. جهة الشرق 148 إصابة، وجدة 86، جرادة 23، بركان 21، قرسيف 15، وتوريد 3 إصابات. جهة بني ملال خنيفرة 135 إصابة، بني ملال 49، خريبكة 33، حيبن صالح 25، الظلال 22، وخنيفرة بست إصابات. جهة درعتها في 131 إصابة، 131 إصابة، 69 بالراشيدية، 24 بورزازات، ميدل 19، تينغر 15، وزاكورة بأربع إصابات. جهة مراكش آسفي 129، 81 بمراكش، 15 قلعة سراغنة، 11 بالصويرة، 7 شيشاوة، و6 بالرحامنة، 5 باليوسفية، 3 بالحوز، و1 بأسفي. جهات فاس مكناس 72 إصابة، تاونات 28، فاس 13 إصابة، تازة 11 إصابة، مكناس ب10 إصابات، 5 إصابات بالحاجب، 4 بالصفرو، وإصابة واحدة بإفران. 63 إصابة بجهات العيون الساقية الحمراء، 56 بالعيون، 5 بالسمارة، وجوج ببوجدور. جهات كلميم ودنون 17 إصابة، 7 إصابات بكلميم، 6 بسيدي إفني، 2 بأص الزاق، و2 بطنطن. جهات الدخلة وادي الدهب 5 إصابات كلها بوادي الدهب. أما بالنسبة للحالات الخطيرة فقد بلغ عددها 534، 32 منها تحت التنفس، و58 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، وبلغ نسبة الفتك 1.7، في حين بلغت نسبة التعافي 82.9%.